النقطة التانية اللي عايز أكلمكم فيها هو الواقع اللي هو الأزمة اللي احنا بنعيشها دلوقتي في منطقتنا. وهنا يهمني أقول حاجة، أنا طبعا بتابع يعني بيجيلي تقرير كل حاجة وبشوف بنفسي حتى بعض التعليقات وبعض يعني مواقع التواصل وتفاعل شبابنا والناس، مش بس شبابنا الحقيقة. وبعدين اللي لفت نظري هو حالة القلق المتزايدة. حالة القلق يا دكتور مصطفى ايه؟ متزايدة. وانا اشارككم ان انتوا تبقوا قلقانين، وده ظاهرة ايجابية، بس انا دوري على ان انا اطمنكم. انا اطمنكم، مصر حريصة انها تلعب دور ايجابي جدا، على الاقل في الفترة، انا عايز اقول عشان ما اكونش ظالم، خلال السنين اللي فاتت كلها حتى قبل انا ما اكون موجود، كل اللي كانوا موجودين في الدولة كانوا حريصين انهم يعملوا دور ايجابي في اطار فهم ان الاستقرار مهم جدا جدا لمنطقتنا ولدولتنا. فانا عايز اقول ان احنا نفس الخط احنا ماشيين بيه، احنا حريصين على الاستقرار وبنبذل جهد كبير جدا من اجل تحقيقه. وانا عايز اقول هنا يعني محتاجين قوي نسجل بتقدير القرار اللي طلع من الجمعية العامة امبارح بعملية وقف الاقتتال والتهدئة أو الهدنة. ده مهم قوي، لأن طبعا حالة الغضب والاندفاع في رد الفعل قد يكون ليه يعني قد نندم عليه بعد كده عندما تخرج الأمور عن السيطرة. وده أمر أنا يعني برضو بسجله هنا وبحذر منه. امبارح كان في طيارات مسيرة دخلت وتم إسقاطها أي مكان، المكان اللي هي جاية منه. أنا حذرت قبل كده من إن اتساع نطاق الصراع ليس في مصلحة المنطقة، والمنطقة كده هتبقى عبارة عن قنبلة موقوتة تأذينا كلنا. عشان كده بقول من فضلكم، مصر دولة ذات سيادة، وأرجو إن احنا كلنا نحترم سيادتها ومكانتها. وهنا الكلمة اللي حولها دي ملهاش معنى يعني تباهي أو تماهي. مصر دولة قوية جدا لا تمس. مصر دولة قوية جدا لا تمس. فمهم قوي إن احنا لشبابنا وشاباتنا وكل المصريين المعنيين بالموضوع إنهم يبقوا قلقانين. لا ما تقلقوش، وبفضل الله سبحانه وتعالى زي ما حافظ البلد ديت في 2011 و2013 هيحفظها دائما. ليه طيب هيحفظها دائما؟ لان احنا ابدا في سياساتنا اللي بنعملها ما كانش فيها سياسات لا غدر ولا خسة ولا تآمر ولا انتهازية ولا حتى مصالح. كان مصلحتنا ان الدنيا كلها تبقى مستقرة ونبني ونعمر في بلدنا. ده اللي احنا اشتغلنا عليه. وما افتكرش في سنن الوجود اللي احنا موجودين فيه ان يبقى في قيم زي كده بيتم التعامل معها واصحابها يتم يعني ايذائهم او يعني القضاء عليهم او تدميرهم او اي حاجه. لا. وعلى كل حال الدوله المصريه بفضل الله وبفضل شعبها وشبابها وجيشها ووعيهم قادرة على أن هي تحمي بلدها تماما. فما تقلقوش، شوفوا شغلكم وشوفوا حالكم وعيشوا حياتكم، وإن شاء الله إحنا بنبذل جهد كبير جدا عشان نخفف ونهدئ من حالة يعني الاقتتال اللي موجودة في القطاع، وبنبذل جهد عشان المساعدات الإنسانية كلها تخش. وهنا لازم يعني أسجل كل الشكر وكل التقدير للدول التي قامت بإرسال مساهمات ومساعدات إنسانية. وبرضو مهم قوي إن احنا نبذل جهد ونضغط عشان كل المساعدات دي تدخل بحجم يتناسب مع حجم الطلب اللي جوه، حجم الاحتياج اللي موجود جوه القطاع. احنا بنتكلم في 2.3 مليون. النهارده احنا بنتكلم في
حصار كان موجود قبل كده وبرضه بقى اشتد جدا في الميه والوقود والمواد الغذائيه والمواد الطبيه والكهرباء كمان، فالاحتياج ضخم جدا. وبالتالي ما افتكرش ان نقدر نحدد ده ب20 شاحنه او 60 شاحنه او 100 شاحنه، لا، هو اي حجم من الشاحنات اللي ممكن يدخلها للقطاع امره في منتهى الاهميه دلوقتي. يتبقى ان احنا بنبذل جهد ايضا، انا بقول بس للجميع يعني، ان احنا حريصين ايضا على ان احنا يبقى لنا دور ايجابي في تخفيف حده الازمه من خلال اطلاق سراح الاسرى والرهائن اللي موجودين في القطاع، وبنبذل جهد، بس مش كل حاجه بيتم الحديث عنها، يعني لما بتخلص بنبقى هنعلن عنها. مره تانية انا بطمنكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وبطمنكم بالله سبحانه وتعالى، بالله محدش يقدر، محدش يقدر. ف يعني نشتغل، خلونا نشتغل ونبني ونعمر. شكرا جزيلا.